أهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. كل بيسأل على السوشيال ميديا الريش الكوستاليتا، عندي كيلو ريش في التلاجة يا شيف مغازي، عايز أعمله صينية بالبطاطس، عرفني إزاي، إيه الطريقة السهلة، إيه أفضل طريقة أن أنا أعمل بها الريش في الفرن غير أن إحنا نشويها على الفحم في أيام العيد وفي المناسبات. معايا ريش كوستاليتا النهاردة، اللحم ضاني، حتة لحمة ملبسة حلوة، ومعانا بطاطس متقشرة ومحطوطة في مية علشان ما تسودش معانا. معانا خرشوف النهاردة، هنعمله طبق بالزيت صيامي لإخواننا المسيحيين، وإزاي الخرشوف أطباق الفول أطباق الرز، نعمل أي أكلة نعملها صيامي لها مدرسة ولها تكنيك عالي جدا. معانا الخرشوف النهاردة هنعمله بالطماطم طاجن مع زيت الزيتون، هيعجب حضراتكم وله طعم مميز، والخرشوف غني بالألياف ومفيد جدا للجهاز الهضمي. معايا الحلو النهاردة للأمانة فواكه مشكلة، دايما الكسكسي مع لحم العلوش، لحم العلوش اللي هو لحم الضانة والخروف يعني في بلاد العربية، ولكن الكسكس النهاردة هنعمله مع الفواكه، هنعمله حلو، دايما بنحب ناكله مع الزبيب أو الحليب، فأنا حابب النهاردة أعمل طاجن الكسكسي بالفواكه، معنا عنب ومعنا تفاح ومعنا كمثرى من خير أرضنا وقرفة وفانيليا وزبدة، هنشوف نعمله مع بعض إزاي، وهي فكرة جديدة وطعم جديد. الكل بيسأل صينية بطاطس بالريش أكلة مصرية أكلة عربية، أنا مع الأكلة اللي يعملها انت عملتها بنفس حلو تبقى بتاعتك يا ام محمد، عملتها ام سعاد حلو تبقى بتاعتك يا ام سعاد، وهكذا. تعالوا شوفوا الريش كوستاليتا صينيه بالبطاطس، الشيف المغازي هيعملها النهارده ازاي بطعم جديد وطعم تاني. مقادير ريش على ريش معانا، ممكن تكون ضاني او كندوز زي ما انت عايزه، ومعانا بطاطس متقشره ومحطوطه في ميه، ومعانا توم وبصل وزبده وشويه اعشاب من الروزماري والزعتر. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وما كترتش بهارات كتيره لان اللحم لما بيكون طازه ايدك من البهارات عشان يبان شخصيه اللحمه وتدوق اللحمه، كل ما تكتري البهارات كل ما كانت اللحمه شخصيتها ضعيفه. تعالوا نشوف هنتبلها مع بعض ازاي وايه خطوات عمل صينيه البطاطس بالريش او بالكوستاليتا. نبدا باول حاجه بتتبيله اللحمه. معانا الكوستاليتا دي كده، جزار صاحبي حب يعمل معايا واجب، شال العظمه بتاعت الريش والدهاني مخليه، يعني في ساعات الواحد لما يحب يجود ويخدم تيجي ليه مش لصالح الواحد. قلت له ليه يا حاج؟ قال لي انا قلت انك مش عايزها من غير عظم، فكنت مستعجل فقلت له خلاص ماشي. فمعانا الريش مخليه وزي الفل، هنتبلها مع بعض. بعد ما نتبلها يا عم الشيف هنشوحها على النار في طاسه شديده الحراره، ومكان تشويح الكوستاليتا هناخد الشربات بتاعها، هناخد الجوس بتاعها، البيون بتاعها، الشوربه بتاعتها، نعرفها على شويه بطاطس متقطعين شرايح، ده قرن فلفل حار كده معانا، ومعانا فص ثوم، كل واحد بطريقته بقى، خد الطريقه دي عجبتك اهلا وسهلا. خلينا واحده واحده مع بعض كده، انا عارف انك هتعملها احسن مني، بس كتير بيسالوا على السوشيال ميديا شيف مغازي عندي ريش في التلاجه من ايام العيد، انتوا عارفين المصريين وكرم المصريين دايما الباب يخبط لمده 3 ايام، لحمه طالعه ولحمه داخله. فعندنا لحمه في الثلاجه اشترينا من عند الجزار ايا كان، ده روزماري، حلو الكلام، خدته كده وقطفته. معانا زعتر، زعتر البري ده لما بلاقيه عند بتاع الخضار بفرح بجيبه بالشكل ده كده اهو، اخد الورق بتاعه الصغير ده كده، ده في ميزه ريحته بتبقى في الايد لغايه لما نطلع من المطبخ. ده مهم جدا على فكره، ده بيعطر المعده، المعده لما بتشم ريحته بتفرح زي الواحد كده لما يعطر الصالون بتاعه، حلو الكلام. معانا يا عم الشيف كمان بصلايه ناعمه، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، مش هحط اي بهارات تانية خالص، حته اللحمه لسه بدمها وطازه زي الفل، وادي الملح بتاعنا والفلفل الاسود كده ايه زي الفل طازه، ونحط شويه زيت عليها، وعندي طاسه بتسخن، ده زيت ممكن زيت زيتون اي زيت عندك مفيش اي مشكله. هناخد اللحمه دي كده ونقف هنا كده عند النار ونمسك اللحمه دي نعملها كده، البصله مع التومه
مع الأعشاب الروزماري والزعتر مع الملح والفلفل، كل ده مع بعضه يا عم الشيف. حتة اللحمة هنا إيه؟ اتغير شكلها، خدت شخصية تانية خالص. حلو الكلام؟ أنا عايز الجوسي ده وعايز التتبيلة دي، عايزها. هجيب مكعب من الزبدة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط شوية الزبدة دول هنا كده. هنلاقي الزبدة تاخد لون مننا، نقوم نحط شوية زيت صغيرين، تعلميها معلقة زيت مع الزبدة تديها عمر افتراضي. هنمسك اللحمة نشوحها كده تشويحة حلوة بالشكل ده كده، ومكان التشويحة دي هناخد شوية شوربة حلوين. الله، والخلطة دي عايزها ما استغناش عنها، خليها على جنب كده، عايزها. وهنقول لحضراتكم عايزينها ليه، الكلام ده بعدين. نسيب اللحمة على النار معانا كده باينة يا شباب زي الفل، تمام. نشوف هنكمل مع بعض ازاي. على نفس البلانشة هجيب البطاطس بتاعتنا دي واقطعها ايه، شرايح. انا من الناس اللي بحب تقطيعة الشرايح للبطاطس بتبقى ايه، رفيعة مش سميكة، لما اكلها احس انها دايبة كده. ماجيش اكل بطاطس الاقيها نص سوا ولا لسه مش مستوية مع لحمة او مع فراخ، بتضايقني. خلي بالكم هعمل ايه يا عم الشيف. هاخد البطاطس دي كده، اللهم صل على النبي، النظافة في ايدك يا امي اول باول، النظافة في ايدك يا اختي اول باول، ده بيديكي طاقة ايجابية في المطبخ. بطاطس اهيت، شرايح بالشكل ده كده، ده مهم. نفس القصة، لقيت البطاطسايه مش ثابته معاكي على البلانشه، قطعيها كده. كل ما كانت شريحه البطاطس رفيعه مش سميكه، كل ما كانت معاكي حلوه بتستوي بسرعه. ويفضل انك انت دايما تحتفظ بالبطاطس في ميه من غير ملح. ليه يا عم الشيف؟ عشان وجود الملح مع الميه بيهري البطاطس وبيخلصنا من النشويات اللي فيها، واحنا مش عايزين كده. فلازم لما تحتفظ بالبطاطس احتفظ بيها في ميه ساقعه، ويا ريت تكون في الثلاجه. تيجي تقطعي البطاطس كانك لسه مقشرها، انما لو حطيتي ملح بتهري البطاطس معاكي، تخليها مايره. شويه بطاطس زي الفل اهم قطعناهم بالشكل ده كده، خلي بالك عشان ما تعوريش ايدك. حلو قوي. هناخد البطاطس دي ونرصها فين يا عم الشيف؟ في الكسرولة الإزاز دي، واحنا مع بعض واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. بحب أنا الرصة دي بعد البطاطس ما بتستوي، بتلاقوها إيه، ألوان، اللون الأبيض، اللون البامب الفاتح، اللون اللي واخد طعم اللحمة، اللون اللي واخد طعم الصلصة، وهكذا. انت حابة بقى تعمليها بالكريمة ومن غير طماطم، اهلا وسهلا. حابة تعمليها بالطماطم، ده اختياري حسب ما انت حابة. الريش بتتحمر في قلب الطاسة، بتاخد تشويحة، بتاخد لون، البطاطس اترصت بالشكل اللطيف ده كده، اللي يخلي البطاطس بتاعتك بيضة وحلوة في قلب الصينية انك انت حافظاها في ميه بارده او ميه ساقعه في التلاجه او بره التلاجه. لو الجو حلو زي كده مفيش مشكله. انا رصيت كل البطاطس كده بالشكل ده كده، وانا عارف ان حضراتكم شايفينها دلوقتي شكلها حلو. هعمل ايه بعد كده يا عم الشيف؟ هشوف اللحمه وصلت لفين. حلو قوي، زي الفل، دي البطاطس جاهزه. اخبار اللحمه ايه؟ حلو قوي. نمسك اللحمه دي نقلبها. اللهم صل على النبي، نستخدم ده افضل. عينيا اهو، شفت الحلاوه دي؟ اهو شيلها فوق اهي، شربت من التتبيله، شربت من الزبده. على فكره لما نحمر اللحم في قليل من الزبده مخلوط بزيت بيساعد على احمرار اللحم سريعا من غير ما تنشف،
بتبقى زي السفنجه. شفت اللحمه خدت وش ازاي؟ يعني زي الفل. التحميره دي مطلوبه زي ما هي كده. معانا من الماء المغلي هنا شويه، ومكان تتبيله اللحمه موجوده معانا. باخد شويه ميه من دول كده، دي الميه اللي احنا دي التتبيله مكان تتبيله اللحمه من شويه. زي الفل. كل قصه بجيب معلقه معجون طماطم، وادوبها هنا كده. شفت الشقاوه؟ اه. حطيت صلصه طماطم، حطيتي معجون طماطم مباشره وانت مغمضه، معلقه سكر. ليه السكر يا عم الشيف؟ علشان الحموضه بتاعه الطماطم. واللحم بتاعنا ده لحم ضاني، والاولاد بيشموا ريحه الزفاره في الضاني. هو مش زفر بس له ريحه، بنحط قرفه ناعمه. حلو. اذا كان اللحم ضاني زي اللي معايا ده كده، واقلب ده كله مع بعضه، والجوس ده والعصير ده والشوربه دي والطعم ده والخلطه دي جاهزه، هنحطها على البطاطس من غير اي مكسبات طعم من فضلك. خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشره زي امهاتنا كده، ومطبخ امهاتنا وطعم امهاتنا. سيبك من مكسبات الطعم اللي بنستخدمها كلنا ايا كانت هي، دون ذكر اسمها. انا مش ضدها ولا حاجه، ولكن ما انصحش بيها لاسباب كتيره. اولا مش عارف هي متركبه ازاي، متصنعه من ايه. اكلك هيبقى زي اكل ام محمد، زي ام سعيد، زي ام ابراهيم، لان احنا كلنا مستخدمين الطعم واحد. هناخد اللحمه بالشكل ده كده، ونرصها على البطاطس دي كده. لسه ما خلصتش انا. اه حلو. تقريبا هي دلوقتي كده نص سوا. الله، حته لحمه طريه فيها الطعم، فيها الجوسي. ارجع دي تاني للنار، واخد البهريز اللي انا مجهزه من شويه احطه هنا كده. شفت المطبخ بسيط ازاي وسهل؟ يعني اي حد ممكن يخش المطبخ يعمل اللي انا بعمله ده بكل سهوله. هشيل دي من هنا عشان اخواننا يجيبوها كده، واسيب ده يغلي كده على النار شويه. مجهز الفرن. نعمين. حاضر. نطلع فاصل بعد شويه، بس ادوني دقيقتين بعد اذنكم. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ لازم ده الخلطه دي تغلى على النار. مهم جدا على فكره موضوع التسويه، اكون مجهز الفرن بتاعي درجه حرارته 180، ومنزل الشبكه ومحضره. ايه الاخبار؟ نبص عليه كده. ايوه هو ده. عينيا الاثنين اهو. ناخد زي ما كده نقلبها. التست هنا، والطعم هنا، والجديد هنا، مكان تتبيله اللحمه وتحمير اللحمه نزلت عليها بالجوسي. وبقى الخلطه الجميله الحلوه دي كده، ليك الحريه. عايزه تحط كريمه لباني اهلا وسهلا، عايزه تعملها بالطماطم اهلا وسهلا. كل القصه انا حطيت معلقه معجون طماطم. باخدها زي ما هي كده. الله، شفت الحلاوه بقى؟ هو ده. سهله. واسيب ده كله يستوي مع بعضه. صينيه الريش بالبطاطس على طريقه الشيف المغازي، اكتبيها على باب التلاجة كده. حلو الكلام. لما تيجي تعمليها اعملها بنفس المدرسه دي. وانت ليكي مدرسه، وتيتا لها مدرسه، وماما لها مدرسه، وحماتك لها مدرسه، وكل واحد فينا له مدرسه مع صينيه البطاطس بالريش بالذات، لان احنا بنحب الريش مع البطاطس. هنغطيها. دي لازم تتغطيها كده بورقة زبدة الأول، وبعدين ورقة فويل، لأن لازم كلها تغلي مع بعضيها. الله، إيه الحلاوة دي؟ وعندنا درجة حرارة الفرن 180. مكانها فين في الفرن يا عم الشيف؟ في أرضية الفرن مباشرة أهي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا مع السلامة يا شربات. صينية بطاطس أهي حلو بالريش، حطيناها في الفرن. حاضر، اطلع بالريش. هنفتح الفرن تبص عليها تعكسها كده لغايه لما انا اطلعها. ايه رايك؟ يلا اهي الكوستاليتا مع البطاطس في قلب الفرن. تعالوا نطلعها مع بعض. الله اكبر. حلوه يا عم الشيف.
تستاهل والله. تمام اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مستوي، عايز تعرف خلص وتعالى. بطاطس مع الريش، الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عكسها بقى ودلعها اهي. حلو. تعالوا مع بعض نشوف الخرشوف بتاعنا جاهز كمان. اللهم صل على النبي. عندنا السفره متنوعه. حلو الكلام. هتيجي تقول لي فين الرز يا عم الشيف؟ بصراحه الصينيه دي بتحتاج مني رز بشعريه، بس اذا في بطاطس خلاص بتغنينا، يعني النشويات موجوده ونقلل والكربوهيدرات موجوده في البطاطس، فده بتغنينا عن وجود الرز. اذا احنا عايزين رز للامانه، شويه رز بالشعريه تبقى كملت الحكايه والحدوته. حلقتنا النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه، فيها حب للمطبخ، فيها ابداع طهوي باقل تكلفه ممكنه. يمكن بس الريش معانا شويه، يعني جبنا كيلو ريش عشان عندنا عزومه النهارده. حماتي جايه تتغدى النهارده، بتحب اللحمه الضاني، عملت لها صينيه بطاطس بالريش على طريقه الشيف المغازي، وعملنا شويه خرشوف صيامي بزيت الزيتون والطماطم، اكل صحي، وعملنا طبق كسكسي بالفواكه حديث الساعه. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.